اهلا بيكم في فيديو جديد من فواح. انا باسل والنهارده بعمل لكم تقييم لعطر استي دوبون عود اند روز. عود اند روز من دوبون من العطور الجميله جدا اللي بحبها. العطر ده من العطور الشتويه اللي تستخدمها في الاجواء البارده، عطر من عطور العود الناضجه، تستخدمه في المكتب وتستخدمه في الليل في الخروجات الليلية، وده من العطور الجميلة اللي تستخدمها في المناسبات الرسمية وتستخدمها في الأجواء الروحانية. العطر ده أنا بشوفه من العطور الروحانية اللي تستخدمها في المناسبات الدينية. مزج الورد مع العود في العطر ده مخلي العطر في حالة من حالات النضج والاتزان، وفي نفس الوقت الورود مع العود هنا ممزوجين بشكل تحسه سويت، تحسه مسكر في بعض الأحيان. ممكن نوصف العطر بأنه ريحته ثقيلة. العطر من العطور العود اللي ممكن تحس أن العود مع الورد فيها مركزين بشكل حاد في بعض الأحيان، وده يخليك ترش العطر بحرص. ما تصرفش في رش العطر، رش من رشتين لأربع رشات وأضمن لك أنهم هيدوك أداء ممتاز وهيدوك رائحة جميلة هتدوم معاك لفترة طويلة. التركيبة العطرية هنا بسيطة، والعطر مبني على اعتبار ان هو لينير، هو عطر خطي في الاساس. التدرج العطري ما بيحصلش في العطر ده، انت ما بتحسش ان رائحة العطر بتتغير بمرور الوقت، ولكن رائحة العطر ثابتة من اول ما ترشه، وحتى تطاير العطر من على جسمك او على ملابسك، وده غالبا ما بيحصلش لان العطر ده من العطور قوية الاداء. الاحساس اللي هتحسه هنا هو ريحة العود الجميل، ريحة العود البخوري إلى حد ما، هتحسه بخوري أو دخاني إلى حد ما، ممزوج مع الورد المسكر، وكمان في نفس الوقت أو ممكن في بعض الأحيان تحس بوجود نوع من أنواع الفانيلية أو البودرية في العطر ده، ودي مش مذكورة في المكونات أو الخطوط العطرية المكونة للعطر، ولكني حسيتها في بعض الأحيان. العطر ده أنا بشوف إن هو من العطور الجميلة. القيمة اللي بتقدمها دوبو في العطر ده قيمة جيدة جدا. سعر العطر نفسه منخفض، سعر العطر في مصر لا يتجاوز 800 جنيه، وده تقريبا يعادل حوالي 50 أو 55 دولار. حاجة كمان هتحسها مع زجاجة العطر، هتحس إن زجاجة العطر ثمينة وثرية في شكلها. الزجاجة بتيجي في شكل ذهبي جميل عليه نقوش جميلة بشكل جميل جدا وبشكل ممتع. هتحس ان الزجاجة نفسها بتشدك لاقتناء العطر بخلاف اي حاجة تانية. والعطر من العطور الجميلة اللي انتجتها دوبون ضمن سلسلة اسمها كوليكشن. كوليكشن فيها مجموعة كبيرة من العطور، منها مثلا بيرفكت توباكو، وده من العطور المشهورة دلوقتي في الساحة العطرية والمجتمع العطري، وكمان رويال امبر وفانيلا اند ليذر ومجموعة متنوعة من العطور. الأداء في العطر ده أداء قوي جدا، الفوحان فوحان قوي هيملأ الأرجاء اللي هتتحرك فيها وهيمتد معاك بكل وضوح خلال أول نص ساعة لساعة، واضح جدا مع حركتك ومع مجهودك، وبيقل طبعا بعدها بالتدريج، لأن لو فوحانه أكبر من كده أعتقد إن هو هيبقى مؤذي في بعض الأحيان وهيبقى مؤذي بالنسبة لبعض الناس. بالنسبة للثبات، فالعطر هيدوم معاك يوم كامل على ملابسك وهيمتد معاك اكتر من يوم، وده بيرجع لطبيعة النسيج اللي انت لابسه. العطر ده من الحاجات الجميلة جدا اللي تستخدمها في اللحظات الروحانية، وانا شخصيا بحب ارشه واخرج للهواء البارد وبستمتع بيه جدا وبستمتع بريحته. قولولي ايه هي العطور الروحانية او عطور المناسبات الدينية الموجودة في مجموعتكم الشخصية، وقولولي هل جربتم العطر ده ولا لا، وايه عطور دوبو في مجموعتكم. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد مع فواح.